تقلقيش يا حبيبي، خدوا النبي الفطار ده وديه للنبي. طب برز يا اخي، برزت عينك من وشك يا بعين. خد نحلوح اهو، قول له يفطر ويروح يشوف اكل عيشه. يا استاذ لمبة، يا استاذ لمبة، عايز ايه؟ الفطار يا استاذ لمبة. طب ثواني ونزل. هاتي يا ما هو لبنك. هاتي يا بقولك اهو، بص مش شايفه يعني. يا ده هات الجنيه اللي انت لدعته من نجلاء مراتي. ده هو جنيه اعمى اعمى، انا هوديه للمغربي. هات الجنيه مغربي بلد. هات، طلعت لي فوق؟ لا خلاص، يبقى نص جنيه. تطلعني فوق يبقى نص، يبقى جنيه. انما تحت هنا هو عند الماسوره يبقى نص جنيه. ها هو كفايه عليك ده، خد ربع جنيه اهو. اذا احنا مش اتفقنا على نص جنيه؟ مش في ضرايب عقاريه لسوق الاحوال الاهليه؟ يعني قانونا وشك بالحيط وقفك ليا. يلا اسرح، يلا يلا. ده انت لودة لودة لودة، ما همتش برضو على النوجة. طب عليك يا جرى علي، لحظة طب حراش عم باول زي أسدومة. أيوه أسدومة. أيوه يا أخ. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. النبي فين أسدومة؟ أنا اللي أسدومة. أنا تقفل الفرامل والدربليات. 100 100 يا باشا، من ساعة ما اللوست أشرف كلمني ظبطت لك كل حاجة، والفرامل 100 100 وبالقسط كمان. خد اطلع قدام بالعربية وتعالى بضهرك وقفنا اهو. واضرب فرامل والدربليات في الحتة دي. في الحتة دي. هي دي التجربة يعني؟ أه. ماشي أنا جاي لك أهو الوقت. الله ينور يا استاذ دوما، بس انا بقى مش عايز تزحف الزحفه اللي هي زحفتها دي. براء باذن الله. براء باذن الله. الله يخرب بيتك، اتاخرت كده ليه؟ انا دخلت يا استاذ والله عشان الاقي محامي بس يجي يترافع عن القضيه وياجلها. مفيش. نهار اسود الليله السوداء. طب وبعدين؟ والفلوس اللي احنا خدناها من التريلا اللي على جنب ده يفرمنا. طب انا اعمل ايه يا ريس؟ انا دخت، انا جايب حتى رحت اجلت ربع اهو عشان اي حد يطلع. بيتك. انا عندي فكره يا استاذ. قول الحقني. ما تقوم كده بجلاله قدرك وتترافع، وانا الحاجه للمحامين دول خالص. قول لنا وشك كده. ماله؟ انت جايب الوش التاني النهارده مش كده؟ يا ريس انت بتتجنن يا ابني، انت مش عارف ان احنا اساسا احنا بناخد المتهم بال وبنوافق مع المحامي وبنقبض احنا وبنخلع. ضيع حاجة من المحامي يا سيدي افندي. المحامي في الكابينيه. ايه؟ في الكابينيه، يعني هو في الكابينيه وجاي. براءة باذن الله ان شاء الله. براءة، ابوس ايدك، شوف شكله عامل ازاي. ده مش بعيد يحطنا احنا الاثنين في مشترك ويغتصبنا دفعه واحده. فندي. نعم. بقول لك ايه يا متر؟ ايه؟ ما تقوم تترافع انت قدام المحامي ما جاش ونتحاسب بعدين. المخ سنقر سنتريسي. اه؟ ندعو على القضيه. ايوه حاضر، ما انا عارف. ندعو على القضيه. والمصحف سمعت. قسم العظم. والنبي سمعت. اما قمت تترافع. يخرب بيت النجاح. الدفاع يتفضل. قوم فز. سيد الرئيس. سيد الرئيس. حضرات الساده المستغربين. أنا أحمد الحاجب، أرجو أن تتسع ساحة المحكمة لكي آخذ راحتي في الدفاع. اجري يا أشرف! أبويا اجري يا أشرف! أبويا اجري يا أشرف!
اكسرسايز؟ لسه. ايه هو ده؟ احنا هنقعد اون ذا داي في وان اكزام؟ يلا يا اخويا كويكلي كويكلي ورايا طبيعي. عدسي برضو. بس وان. طب ايه رايكم بقى تحلوا صفحه الجرامير دي 180 مره؟ وفين الشهريه بتاعت الدروس؟ أدخ أنا جابت أدخ خلاص بقى خلاص بقى مزهقناهاش أول كده بقى مش إحنا صلحنا في الموبايل قعدت أكلمك أزيد من 15 ثانية خلاص مش زعلان مش زعلان يعني؟ لا مش زعلان يا بنت والله شكلك لسه زعلان خلاص يا راجل مش زعلان يا بنت والله شكلك زعلانة مش زعلانة يا بنت سلمي مش زعلانة دي بقى عاملة ايه؟ كويس لا يعني انت عاملة اكل ايه؟ عدس عدس؟ والله العظيم عدس؟ صدقني كانت نفسي رايحة له احنا بقالنا كتير قوي ما بناكلش عدس ده احنا لسه واكلينه من ساعتين ايه يا نوجة؟ يوه يا لمبي اعمل لك ايه يعني؟ بفتك؟ يلا بقى يلا بقى ما تخلوا الناس بقى العيال كل حاجه فيكم عندي له زب انت بتدرس الزبالين ولا ايه معلش خلاص حقك علي ده في رب ثلاث ودان قاعد ده انا الشيف ورود شكله محل فعلا شكله محل ربنا كان وجهك كده اما تبقى بطنك كده مبقليله قدامك كده وطالعه وماشيه كده ماشيه لحد ما افتح باب الشقه واروح انا بقيت كرشك بره يا رب يا لمبي نفسي في حته عيل يبلع لنا حياتنا يا بنت ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما تقلقيش من شيء من رحمه ربنا ولا من شيء خلاص من العالم الزباله اللي عندك دي عشان خاطر نروح للدكتور بتاع النساء والوليد وليد وليد يا لمبي اسمه توليد يا ست نسا وتوليد التوليد والنور اي حاجه انا حاسس ان المره دي في امل كده يا رب او عمر يا رب سبحان الله خير يا دكتور الحقيقه بعد الفحوصات والتحاليل والكشف الدقيق ده اقدر اقول ان موضوع الحمل ده مش هيحصل خالص ليه يعني ليه موضوع الحمل مش هيحصل خالص هي متجوزه واحد ميت ولا ايه لا خالص العيب مش فيك امال فيه ولا العيب فيك امال العيب فيك الحقيقه انت سليم وهي سليمه بس هي لو اتجوزت واحد تاني تخلف وانت اذا اتجوزت واحده تانيه تخلف انما انتوا الاثنين مع بعض ما تخلفوش يعني ايه ما نخلفش امال عن بيض ده راي الطب نو هو مفيش امل الله انك اذا كان الراجل ده اساسا مخلف دبدوب فكرة احنا مش عايزين نروح لدكاترة تاني بلا عيال بلا عرف بص للعيال عندك اللي انت بتدرس لهم دول وانت هتكرار الخلفة واللي عايزين يخلفوها كمان من التباتة اللي هم فيها تباتة تباتة انا نفسي اخلف يا لب نفسي في عيل عايزة عيل وانا انا عايز تكييف وانا كمان عايز عيلة نوجة يا بنت عبيطة احنا لسه يا دوبك متجوزين بقالنا 7 سنين وقبليهم خطوبة 8 يبقى 15 سنة لأن فضلنا 10 ونبقى تقبيضة مع بعض نحمد ربنا إنه ده في ناس بتقعد بال 30 و40 سنة والله ما بيخلفوا ولما بيموتوا برضه ما بيخلفوش أنا مش عارف ليه إيه بس بقى
واقف بقى. انت هتتنكي من اولها، ما تشربي بقى على طول. انت مش شايفه، البسي. طيب البسي، هات ده حمص الشام. ها كنجت؟ ايه فينك يا عم الف بروسلي؟ الف 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 مبروك يا ريس. ايه كرنيل المحامي عملها الواد زبق. ايوه يا استاذ، احنا قايلين كده بقى تقدر تترافع قدام التخيل، ما يقدرش يقول لك بم. لا 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 لا، اللي طبعا ده يطلع في الازمات، يعني ده مثلا يبقى كرنيه مثلا يطلع في لجنه، في كمين، كمين في الناس اللي هم بيجوا يقبضوا على الناس في البيوت كده، مش اي حاجه يعني. بس فيها حاجه، الصوره برضك فيها صورتك. وريني وشك كده. اه ده الوش اللي بتجيب بالخضار. ما طبعا صورتي. انت قصدك ايه طيب؟ فيها حاجه كده، حاجه محترمه، فيها احترام. ايوه فخر ووكر كده. وكر ايه؟ يا صوره رئيس عصابه. اه يا حيوان انت بتتريق على لا مهابه. ايه حاجه مهابه؟ ايه حاجه؟ ايه حاجه انت شايف ايه؟ ده هو ده؟ اه ده انا هو ده. ده هو ده؟ ايوه يا حاجه. ايه شايف في منديل بقويا هنا وهنا قرع؟ انا عاوزك تحضر الجلسه مع ولدي المحامي بتاعه، عمل حادثه وجاي. الجلسه باقي عليها ربع ساعه، اترافع عن ولدي وبعدين نتفق على الاتعاب. خلاص. ايوه بس لا 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 لا، لازم اشوف القضيه كده واعرف التفاصيل والتيتلز. بتقول ايه؟ التفاصيل والتيتلز. هو هيتكلم جوه. لا انسى انسى. يا استاذ ما تقف كده قدام الارض وتترافع، ما تخافش وما تخافش من حد، وطلع الكرنيه قدام التخين. انت محامي. الله يعليك، انت محامي. انت ما عارفش انك محامي. انا عارف، بس هو دايما بيحب يفكرني بعد الظهر. وادي الطربوشه اهو. طربوشه اهو، على اساس اني راح اترافع عن محمد طه. امسك امسك. ولدي حيضيع منك، عين عليك يا ولدي، قلبي اتحرق عليك يا ولدي. قول لي بقى تفاصيل القضية ايه؟ عركة عادية بين عيلتين. ولدي حيروح في داهية. أيوة. ولدي حيروح في داهية. أيوة. ولدي تفاصيل هنا يا حاج. ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. تفاصيل هنا يا حاج. ولدي لا له في الدور ولا في الطحين. ولدي حيروح مني. القرار اخر جلسه. ابنك اسمه ايه يا حاج؟ عبد الصمد وهدان حلقولو. اسمه عبد الصمد وهدان حلقولو؟ زيرو. زيرو؟ ده الاسم بالكامل. ما علينا. طيب هو تهمته ايه بقى؟ قتل. ايه ده؟ ايه احنا ما اتفقناش على كده. ما اتفقنا على ايه؟ ما اتفقناش على انه قتل. أنا ما اتفقناش على كده يا حاج. أنت كنت بتعمل لي مفاجأة هنا ولا إيه؟ أبوس يدك، أبوس يدك، ما تفضحنيش. هينقدم عليك. نادي على اللي بعده. عبد الصمد وهدان حلقوله، ضد حنجل أبو حديدة. يا حاج إحنا ما اتفقناش على كده. ما اتفقناش على كده. أبوس يدك. عبد الصمد وهدان حلقوله. طب وقتل إزاي؟ يا رب سكينة. شاب ضرب في السكينة في حنكة؟ أيوة حاضر أهو. شرن له بقه؟ غنيه شرن له بقه دي. جون الحمد لله. حنجل حلبوله قتل حنجل. حلبوله فلق حنجل؟ قتل حنجل. قتل حنجل كيف اللي ايه يا استاذ؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ سيد الرئيس؟ حضرات السادة المستشارين، عم احمد الحاجب، ان طعنة حنجل لموكلي كانت طعنة قاسية. يا استاذ. طعنة ناهية. يا استاذ. طعنة بالية. يا استاذ انت مش فاهم حاجه ولا ايه؟ امال ايه عرقبه ولا ايه؟ يا استاذ انت مش قاري ملف القضيه. ليه؟ موكلك هو اللي طعن حنجل. لا والله، هو اللي طعن حنجل؟ هو اللي غزو؟ ابنك اللي غزو؟ انت ما قلتليش الكلام ده يا حاج. انت بتعمل تفاجئ فيا ليه؟ سيد الرئيس، ان طعنة موكلي لحنجل كانت طعنة رقيقة. كانت طعنة في الهدوء. طب كانت انهي طعنة فيهم؟ نعم؟ كانت انهي طعنة فيهم؟ هو طعنوا 11 طعنة. لا والله 11 طعنة؟ طعنوا 11 طعنة؟ ليه يا حاج؟ هو كان واخد له اجازة ولا ايه؟ سيد الرئيس، هل تسمح لي هيئة المحكمة الموقرة ان بسؤال على مقربة من المناصرة؟
تعال ربنا يخليك، ربنا يخليك، ربنا يخليك. في حاجه عايز تقولها وخايف تقولها؟ لا هو بس الحقيقه انا مش محامي. نعم يا اخويا. لا مش قصدي، مش قصدي سعادتك، انا قصدي مش المحامي بتاع المتهم اللي هنا، لان المتهم اللي هنا المحامي هو جاي له فاوتوبيس خبطه، فالمحامي اتطبق والاوتوبيس مش لاقينه. اتطبق ايه؟ انت عايز ايه بالظبط؟ ابوس ايدك. شجع الشباب، شجع الشباب، المنطقه كلها عندي مستنيه شربات وهتفرق اول مرافعه ليا. شربات ايه يا استاذ؟ قول لي طلباتك. هكون عايز اسكبريسو، عايز تقيل. ايه؟ تقيل. تقيل؟ اه. خلاص يا اخويا تأجل القضية، اتفضل. وحياة المصحف والله. بقول لك اتفضل يا استاذ تأجل القضية. والله هتقولها، هتقولها يعني انت هتقولها قدام الناس دلوقتي. يلا يا استاذ اتفضل. شكرا لسعادتكم وكليكم والمقلم وكلكم سعادتكم. تؤجل القضية لجلسة 9/9. مبروك يا حاج، القضية اتأجلت للساعة 9. يا لهوي 5000 جنيه يا لبي، معقولة؟ بس دخل عليهم الموضوع ده ازاي؟ محامي؟ انت هتبقى محامي؟ انت يعني انت المدرسة؟ لا يا اخويا مالكش دعوة بيا، انا حيالله بدرس لابن ام عبوسة فتحية واكلاهم.